لفتة جميلة لفتت نظري، وتغيب الشمس في ذلك النهار. هي كانت موجودة الشمس عشان تغيب؟ كانت موجودة، كانت موجودة بس محدش شايفها، عشان كده قالها واضحة خالص: تغيب الشمس جاء نور للعالم، جه ينور وعمل معجزات ياما، ومحدش شاف ولا صدق ولا سمع. عشان كده اللي يشوف ربنا ومعجزاته وأقواله من حد الشعنين وما قبله، يشوف جبروت وقوة، ولا حد قدر يقرب منه ولا يستعجل ساعته ولا يهزه. كان زي الأسد الخارج من خدره يتهلل، عايز يقول أشرقت وجاي أنور عيون العمي ومحدش شايف. عشان كده جالهم بقى من بعد حد الشعنين، بعد ما بجبروته أظهر قوته ومجده، والناس بدأوا يفهموه، يقولوا كده هما نفسهم، قالوا العالم كله بدأ يتلف حواليه، ما عادش تقدروا عليه، خلاص كلامكم ما عادش يأثر، خلاص كلامكم بطل خلاص. فالأمة اليهودية أو الكهنة بمعنى أصح والرؤساء حطوا وشهم في الأرض، وغيظهم فار، والغل غلي، وحقدهم بان على آخره. قال لك إيه ده كلهم جايين يشوفوا عشان قوم لعازر من الموت، وقلبوا حد الشعنين لزيارة يشوفوا مين العازر اللي مات وقام ده. ولما تلفوا حوالين المسيح والنور بقى بان على آخره، يعني عايز أقول مجد واضح زي الشمس، كل الناس اللي حواليه تلفوا وصدقوا وآمنوا. قال لهم بس هتطفي كمان شوية. وراح أخلى ذاته بقى، وساب بقى يهوذا يعمل اللي عايز يعمله، والكهنة يتأمروا زي ما يتأمروا، ويقولوا زي ما يقولوا، وهيرودس يقول له أنا في إيدي سلطان أطلقك وإيدي سلطان أصلبك. قال له لأ، لما كنتش أنا أعطيتك هذا السلطان ما كانش ليك حق تقرب مني، أنت مين؟ ارتعب وخاف، بس لأن هو أخفى الشمس وأخفى قوته فسابه، سابه بمزاجه برضك، يعني قال له كلمة رعبه وقال له، وبعدين سابه يعمل اللي في قلبه. هو خاف على مركزه اللي هم ايه، هو خوف هيرودس بكلمة، وراح سخن الرؤساء بكلمة، قال لهم قولوا له عشان انت بقيت ملك، يعني تقاوم قيصر، هتعمل نفسك رئيس على روما كلها؟ راح حط دماغه في الارض، انتوا عايزين ايه؟ اسلبوه، اعملوا اللي عايزين تعملوه، خلصوني، زهقت منكم، مش عارف اعمل لكم ايه، مع انه كان ايه حاكم باطلاقه، مش كده؟ بس عايز اقول هنا تبان الشمس والضلمه في وقت واحد. ايه ده؟ ايه العجب ده؟ مين الشخص ده؟ بيعمل في الناس ده ايه؟ بيحرك الكون، يحرك الملك ويحرك الغفير والوزير، ايه ده؟ عشان خاطر يتمم خطته، زي ما قرينا كده في الميمر، نقول على رئيس الكهنة السيف في ايدك والنبوة في فمك، لازم واحد يموت عن الأمة، لازم الشمس تغيب، ليه؟ عشان تنور من جديد. فهمتوها؟ عشان كده لما قال في ذاك الزمان تغيب الشمس وقت الظهيرة، كان قاصد ان الشمس موجودة وظهر بقوتها وعملت ما تعملش، وهم نفسيهم نطقوا والحجارة نطقت. لما حب سكتوا الأطفال معرفوش، راحوا للمسيح قال لهم حتى لو سكتت الأطفال هتنطق الحجارة، يعني انطقوا انتوا بقى وافهموا. عايز اقول موضوعنا
احنا في اسبوع الالام احنا في ناس تخش تقعد تمصمص وتبقى صعبانه عليها، وناس تبقى فاهمه ان في قوه ورا الصليب، ناس في الالم والضيقه تبقى قاعده مهمومه ومتضايقه، وناس تانية في الهم والضيق متأكدة إن هتيجي الشمس تطلع تاني من جديد، لأن جوايا إيه؟ شمس البر، جوايا إيه؟ المسيح، معايا مين؟ نور العالم. فطالما نور العالم معايا حتى لو الدنيا قامت عليا هيرجعها تاني. ودي اللي كان واثق فيها أيوب الصديق مثلا، وسط آلامه قال لهم ولي حي وأعود هشوفه. بس هو يعني نطق في الآخر كلمة كده مش كويسة، قال حتى لو جسدي راح هشوفه بروحي، بس هشوفه. ما ربنا قاله لا، هتشوفني بجسدك، جسدك راح والدين راحت منك بس أنا هرجع شمسك تاني وظلمك تاني لأنك إيه؟ احتملت. عشان كده الحته دي جميله قوي برضك، قالها الاباء في سفر اشعياء، يقول له ايه؟ اما الرب الاب فشاء ان ينزع الالم من نفسه ليريه النور. سابه للالم عشان يوريه، لانه اسلم ذاته ذبيحه عن الخطية وسترى نفسه نسلا عزيز بقى ونسل مقرب. عايز يقول ايه؟ زي ما كان لأيوب، انا سمحت للابن بالذل وبالألم، لكن هوريه النور، هوريه النور وهوري للعالم النور. نختصر كلامنا في كلمتين صغيرين، احنا موقفنا في اسبوع الألام هو موقف الست العذراء تحت الصليب بالظبط كده. هي كل العالم هيج وهي عينيها على الخلاص، العالم كله يفرح لقبولي الخلاص وأحشائي تلتهب. أنا شايفاك متألم لكن شايف الخلاص لكل العالم، شايفاك ليس لك شكل ولا جمال ولا منظر، والناس كلها عملوا اللي متعملش، تفوا ضربوا بصقوا اكلين شوك وجلد، عملوا اللي متعملش، بس انا شايفه وراك الخلاص. مين فينا في وسط الام وضيقاته شايف خلاص الله؟ مين فينا في اسبوع الالام مع الست العذراء تحت الصليب مش همه الالحان والحزن والكابه؟ هي مش كابه يعني، الحزن بتاعنا دوت بتاع الصلاه بيدينا فرح داخلي، يعني احنا بنحاول ايه؟ بكآبة الوجه يصطلح القلب يعني. فاحنا في اسبوع الالام بالنغم الحزين والتطويل والصلاة عايزين نقول بقى اخشع اخضع طيع عشان تنور. فاحنا في اسبوع الالام بنمشي ورا المسيح زي الست العذراء كده، شايفين الالام شايفين العذاب لكن عينينا على الفرح، عينينا على الخلاص، عينينا على البهجة اللي خدناها والنور اللي خدناه. والنور خلاص خدناه، بس اوقات بيضيع مني. احنا خدناه ونور، بس اوقات انا بدي ظهري واروح للضلمه، لكن ايه؟ في ذاك الزمان تغيب الشمس وقت الظهيره، وسط المعجزات وسط العمل الجبار اللي عمله رب المجد. راح قال لهم انا بقى هغيب شويه عنكم، هسيبكم. طبعا هو سبناش، بس سابهم هم يستهزئوا ويعملوا مين. ولما بقى جابوا اخرتهم راحت فعلا شمس وقت الظهيره عز الظهر اختفت، فكلهم فاقوا، وبدل ما كانوا بيذبحوا الذبايح عند الهيكل لقوا الزلزال والهيكل حجابه اتشق، كله هاج وماج وجري وحول أعيادهم لنوح زي ما قال يقيل النبي، فضاعت الدنيا. فالإنسان اللي مش يشوف النور في حياته ويتمتع بوجود النور الذي أشرق، قولوا كده لما تولد المسيح
أشرق جسديا. يقولوا لما اتولد المسيح أشرق الجالسين في الظلمة، لما اتولد المسيح جدانا النور، بس احنا مش شايفين النور. حتة مهمة جدا. فوسط أسبوع الآلام، وسط ألمنا، وسط الاحتفال بتاعنا، احنا كلنا زي الست العذراء تحت الصليب فرحانين بالخلاص، سواء لينا أو للناس اللي هتيجي، لأن موضوع الخلاص لسه إيه مخلص. هو عايز كل العالم، يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإحنا عينينا زي عين الست العذراء. أي نعم هي متمتعة، هي وشوية التلاميذ اللي حواليها لما لمتهم كده في العلية وقعدت معاهم في العلية، في خلاص استنى انت وهو، ما تقلقش هيحصل حاجة حلوة، ما تقلقش استنى شوية. لمتهم تحت جناحيها ست العذراء ولمتهم في العلية. احنا بنعمل كده، دورنا هو ده، دورنا احنا في العالم فرحانين بالخلاص، فرحانين بالنور، وكل واحد نشوفه بعيد، هيجي لك يوم، هيجي لك ساعة هتنور وهتشوف، متقلقش. حتى لو كان بيغلط ولا كان ضعيف نقول له متقلقش، حتى لو انت زي يونان بتقاوم هيجيبك بالعافية وينور حياتك وهتشوف، متقلقش. ايه في ذاك اليوم تغيب الشمس وقت الظهيرة، كانت موجودة ومحدش شافها، وما زال المسيح موجود ومحدش شاف، مش كده؟ فلإلا بقى إحنا نخلي الشمس تغرب بإرادتنا أو بجهلنا أو بخطيتنا أو بشهوتنا، نخلي الشمس تغرب مع إنها موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. فاليهود والرؤساء شمس موجودة وغابت، وحققها بقى بالحرف. راح وقت الظهير الشمس غابت. يقول يعقوب السروجي، القديس يعقوب السروجي، تأمل جميل قوي، الشمس اتكسفت، ازاي تنور والمسيح عريان ويشوفوا الناس المسيح الإله خالق الكون عريان؟ مش ممكن تحصل كده. فالشمس تظلم عشان تكسي شمس البر، تقول له مش عايزين حد يشوفك عشان انت خالق الكون. ولكن قام بقى بجبروته، جميل قوي. طفل يسألني سؤال عجبني قوي، يقول لي مش المسيح لما قام ساب الكفن بتاعه في القبر؟ طب لبس ايه بقى؟ طلع من غير لبس؟ سؤال جميل قوي. فقلت له هو لابس النور، هو نور ولابس النور، مش كده؟ هو شمس البر، ما كانش محتاج للجسد ولا محتاج لللبس، بس هو عمل كل دوت عشان ايه؟ يغيب عن عينينا ونفهم الحقيقة ان هو مش محتاج ولا اللبس ولا الجسد ولا كل اللي حصل دوت. حتى لو اتدفن، لكم اللي عارفين، يقولوا طلع من الكفن وهو مقفول زي ما هو، كأن يعني يعني ولا الربط حصلت فيه حاجة، ولا الحنوط حشته، ولا التقفيلة الجامدية ربطته، ولا كأني في حاجة. فيقولوا الآباء اللي شافوا الكفن يعني إن المسيح طلع من الكفن كده زي ما بتطلع الشمس من الضوء من الشمس، من غير ما حد يحس، والكفن زي ما هو، خلي الكفن بتاعكم اللي انت عاملينه زي ما هو، ولا يهمني ده، حتى القبر مقفول وزي بعض، والختم عليه زي بعض، والحراس واقفين زي بعض، مش يهمني كل دوت. وطلع المسيح مش محتاج، فأشرق مرة تانية بعد ما أشرق من الست العذراء، أشرق من القبر وأشرق على المذبح، ما زال يشرق على المذبح كل يوم، حاضرا قدامنا على المذبح، وإحنا برضك مش شايفين. يعني ربنا يفتح عينينا ونخلينا نشوف حاجة من المجد بتاع ربنا.